أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وهذه التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة النيل الأخبار لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحبس العالم أنفاسه أثناء استحقاق 8 نوفمبر 2016 والذي يتبارز فيه دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. يبدو الانتظار ثقيلا لأن من سيحكم البيت الأبيض ما بين عامي 2017 و 2021 سيكون عمليا من كبار المؤثرين في صنع السياسات الدولية، والبعض يردد وصف رئيس العالم نظرا لبقاء الولايات المتحدة واحدة من أكبر القوى العظمى في زمن الاضطراب. معنا في هذه الفترة ما زال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أرحب بك مرة أخرى سعد السفير. وانضم إلينا في استوديو النيل التحليلي السفير عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق. مساء الخير سعد السفير، أهلا بحضرتك. إذن كما قلنا مشاهدينا، بيقف العالم كله في انتظار ساكن البيت الأبيض الجديد ويواجه الرئيس الجديد سواء كان ترامب أو كانت كلينتون ملفات عدة بالغة الأهمية، وفي مقدمتها كيفية التعامل مع التنين الصيني والذي أصبح بلا شك قوة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، بالإضافة طبعا إلى الدب الروسي الذي بات ندا مرة أخرى ومنافسا لواشنطن في العديد من الملفات الدولية. نخرج إلى هذا التقرير، نعود بعد لبدء النقاش مباشرة. بانتظار الرئيس 45 في تاريخ الولايات المتحدة، يقف الشعب الأمريكي والعالم بانتظار ساكن البيت الأبيض الجديد الديمقراطية هيلاري كلينتون أم الجمهوري دونالد ترامب. وأيما كان الفائز في الانتخابات كلينتون أم ترامب، يواجه الرئيس الجديد ملفات عدة بالغة الأهمية، في مقدمتها كيفية التعامل مع التنين الصيني الذي أصبح وبلا شك قوة سياسية واقتصادية وعسكرية بالغة الأهمية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الدب الروسي الذي بات ندا ومنافسا لواشنطن في العديد من الملفات والقضايا. في الحملات الانتخابية لكلينتون وترامب كانت روسيا حاضرة وبقوة وكانت محورا للتباين في خطاب المرشحين. فعلى الرغم من أن كلينتون لم تصل لحد اتهام ترامب بأنه عميل لموسكو، تمكنت كلينتون من إعادة تلك المزاعم إلى أذهان المتابعين بتصريحاتها عن تورط الحكومة الروسية في الهجمات الإلكترونية على شبكات الحزب الديمقراطي الأمريكي، موضحة أن الهجمات مدبرة من قبل الكريملين بغية دعم ترامب في الانتخابات. من جانبه نفى ترامب صلته بروسيا، لكنه دعا خلال رد اتهام كلينتون له بالتعاطف مع موسكو، دعا إلى ترطيب الأجواء مع روسيا لمحاربة الإرهاب. ترامب المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية اعتبر أن خطة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشأن سوريا سوف تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة بسبب احتمال نشوب صراع مع القوات الروسية، متسائلا كيف ستتفاوض كلينتون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما صورته كشخصية شريرة. التنين الصيني كان هو الآخر حاضرا على أجندة المرشحين، حيث هددت كلينتون في حال فوزها بمنصب الرئيس بأنها ستعمل على التصدي ومعالجة الهجمات الإلكترونية بشكل حازم، حتى إذا تطلب الأمر ردود فعل سياسية واقتصادية وعسكرية خطيرة، موضحة أن تلك التهديدات لكل من روسيا والصين. كما أكدت كلينتون أنها ستدعم الصناعات الأمريكية للتصدي للصين التي غزت العالم بصناعتها، في وقت تشير رسائل سربها موقع ويكيليكس من بريد جون بوتيستا الإلكتروني رئيس الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون أن الأخيرة خططت لتطويق الصين بمنشآت الدرع الصاروخية الأمريكية. في المقابل اعتبر المرشح الجمهوري عجز الولايات المتحدة الأمريكية التجاري مع الصين بأكبر عملية سطو في تاريخ العالم، في إشارة إلى ارتفاع صادرات بكين مقارنة بواشنطن. وأكد ترامب أمام حملته الانتخابية أن واشنطن لديها الكثير من النفوذ لتمارسه إزاء الصين، متعهدا بالتوصل إلى اتفاق جيد مع بكين في حالة فوزه لمساعدة الشركات والموظفين الأمريكيين على المنافسة. ولكن بعد كل تلك التصريحات التي أدلى بها مرشح الرئاسة، يبقى السؤال: ها
هل يستطيع أي من مرشح الرئاسة في حال الفوز الوقوف بوجه الدب الروسي وترسانته النووية أو التصدي للتنين الصيني صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ إذن مشاهدينا، السؤال الآن والذي نطرحه في قناة النيل للأخبار، هل الناخب الأمريكي معني بالحرب على الإرهاب؟ ثلاث إجابات: نعم، لا، وإلى حد ما. إذن بتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول بالطبع تأثيرا في العلاقات والأحداث الدولية، سواء كان ذلك على النطاق الاقتصادي أو العسكري أو السياسي، وذلك لتفوقها الضخم في هذه النطاقات. ولكن في الفترات الأخيرة لم يعد العالم هادئا بما يكفي حتى تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها الدولية المعهودة، فقد كان هناك سباق طويل جدا العام الماضي في الانتخابات. طوال هذا السباق عقدت الكثير من المناظرات بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ونقطة السياسة الدولية كانت عنصرا أساسيا في كل المناظرات. مع انتهاء السباق على اثنين فقط من المرشحين، هما هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، أصبح لدينا رؤية نسبية عن خطط الولايات المتحدة أو الرئيس القادم في التعامل في لعبة السياسة الدولية. وهذا هو حديث هذه الفترة وهذه التغطية على قناة النيل الأخبار مع السفير عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، والسفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير مرة أخرى، وأبدأ حديثي معك سعادة السفير. يعني لو تحدثنا عن دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل، هو تعهد بتحسين العلاقات مع روسيا والصين حال انتخابه رئيسا، ما هي الآليات التي يمتلكها لتنفيذ ذلك؟ هو بالنسبة لروسيا، الولايات المتحدة تمتلك آليات كثيرة جدا، كما أنها خبرتها في التعامل مع الولايات المتحدة أطول كثيرا من خبرتها في التعامل مع روسيا مع الصين. متأسف. الولايات المتحدة تعاملت مع الدب الروسي كما استعمله الأخ في تقديمه، تعاملت مع الدب الروسي منذ عام 45، ومن قبلها أيضا منذ عام 45 انتهى الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية تعاملت معها كعدو أساسي في العالم، وكونت خبرة طويلة جدا في التعامل مع روسيا، أو أياميها كان الاتحاد السوفيتي من ذلك الوقت. وأستطيع أن أزعم أن هي نجحت في التعامل مع الاتحاد السوفيتي لدرجة سقوط الاتحاد السوفيتي وأصبح روسيا، وانفصلت عنه جمهوريات كثيرة، منها جمهوريات البلطيق كلها وجمهوريات القريبة من أوروبا، بل إن بعضها أيضا استطاع حلف الأطلنطي أن يجذبه وتنضم إلى حلف الأطلنطي. فخبرة الولايات المتحدة في التعامل مع روسيا خبرة طويلة وممتدة، واستطاعت أن تجد الوسائل التي تقابل فيها هجمات الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الآن، وتنجح في التعامل معها. أما خبرة الولايات المتحدة في التعامل مع الصين فهي خبرة محدودة، لأن الصين انطلقت إلى المجال الدولي في عهد قريب، ليس في عهد طويل كما كالاتحاد السوفيتي ثم روسيا. وابتدت الصين في تعاملها الدولي بطريقة بسيطة وبطيئة وعلى استحياء وهادئة جدا، شوية بشوية بتدخل في المجال الدولي، ودخلته عن طريق الاقتصاد. صحيح. طيب، لم تتجه إلى المواجهة الجدية العسكرية والسياسية إلا ربما منذ يعني سنوات قليلة جدا جدا
لا نستطيع أن نذكرها، وبالتالي أنا أستطيع أن أزعم أن الولايات المتحدة لم تكون الخبرة اللازمة بعد للتعامل مع الصين. ولكن يبدو أن ترامب يتحمس كثيرا لهاتين الدولتين. هو يعني ترامب ده موضوع تاني خالص. احنا بنتحدث عن ترامب بالذات وليس عن يعني خبرة الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي أو تعاملها الآن مع الصين. إذا ما جاء ترامب ما الذي سيفعله؟ أنا أستطيع أن أقول أن ترامب مرشح الصدفة في الولايات المتحدة. لولا أن المرشح الآخر المناوئ له عن الحزب الديمقراطي هي هيلاري كلينتون، لا استطاع أي مرشح يقدمه الحزب الديمقراطي يكون مرشح بس يعني معتدل ومعقول كان يفوز بسهولة. فاز بسهولة كبيرة جدا وما كانش فيه مشكلة خالص في الانتخابات، وما كناش قعدنا القعدة دي وكان كل العالم لا كنا حنقعد القعدة دي برضه. طيب سفير دكتور محمد حجازي، يعني أيضا ما زلنا مع ترامب لأن احنا بنناقش ما قاله ترامب وما قالته كلينتون. ترامب أيضا قال أنه سيجعل حلفاء الولايات المتحدة يتحملون قدرا أكبر من التبعات المالية للدفاع عنهم. هل من الممكن تطبيق ذلك على أرض الواقع؟ طبعا نحن هنا لا نتحدث عن روسيا والصين، ولكن نتحدث تحديدا عن أوروبا وحلف الناتو الذي تساهم فيه الولايات المتحدة طبعا بقدر كبير. يعني شكل العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا في حال فاز ترامب بالانتخابات. أيوة، هي أوروبا الرسمية شادي أميل لهيلاري كلينتون، هي المؤسسية، هي الاستقرار، هي سوق المال، هي التعاون المتفق عليه مع أوروبا. عشان كده نجد كل التصريحات سواء صدرة عن الرئيس أولاند في فرنسا أو صدرة عن المسؤوليين في كافة الدول الأوروبية، حتى بريطانيا وإن كانت أقل نسبة في تأييد هيلاري كلينتون، لكن 59% من الصوت في بريطانيا بيؤيد كلينتون. فالكل في أوروبا مجمع على سلامة العلاقة مع الولايات المتحدة بنفس القدر اللي كان ماشي فيه أوباما. ولكن في أوروبا أيضا في تصاعد لليمين الأوروبي، ده أميل لترامب. التصاعد الشعبي اللي كان الحقيقة التمثيل الأعلى بالنسبة له كان في البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ده بيؤكد أن في تيار يميني شعبي سواء اللي بتمثله باجيدا في ألمانيا أو حزب البديل عن أوروبا أو بتمثله ماريان لوبان في فرنسا وبيمثله في فرنسا في النمسا وفي الاسكندنافيا، العديد من التيارات والأحزاب اليمينية بتجد في ترامب فرصة تلاقي مع أوروبا مغايرة. هنا المؤسسة الرسمية سواء في الولايات المتحدة، مع تصريحاته يعني أيضا تجاه أوروبا ليست ودية بالشكل الكامل عندما يتحدث عن الناتو على سبيل المثال. أنا عشان كده قسمت ما بين أوروبا الرسمية وتصاعد التيار اليميني الشعبوي في أوروبا اللي بيتوافق مع التيار اليميني الشعبوي الأبيض البلو كولرز، ولكنه سيتعامل مع أوروبا الرسمية مع أوروبا الرسمية ولكن تمادي التيار اليميني وتصاعده في أوروبا بيتلاقى مع أفكار ترامب مع اختلاف الإطار الجغرافي والسياسي. لكن أوروبا الرسمية أميل للمؤسسية والعلاقة مع هيلاري كلينتون. أما مطالبات ترامب باتجاه أوروبا وتحميل الحلفاء والشركاء، والله في بينهم حلف الناتو وكل بيتحمل شراكته. إذا كانت الولايات المتحدة هتميل لنوع من الانسحابية والابتعاد عن الشريك الأوروبي أو تحميله زي ما حضرتك تفضلت مسؤولياته الاقتصادية تبعاته، حقيقة كله فيما يتعلق بترامب وعلاقاته الخارجية هيبقى في إطار الغير معروف الأنون. وبالتالي الكل يميل للاستقرار على وضعية السيدة كلينتون، ولكن من يختار هو الناخب الأمريكي، هو المينستريم اللي هو لو قدر يوظف التيار الأبيض الغاضب المهمش في الولايات المتحدة فرصه هتكون عالية. السياسة الخارجية مش هتحسم النتيجة. ولكن إذا كنا بنجاوب على سؤال حضرتك، أوروبا الرسمية يعني أميل لكلينتون. ما احنا بنتناول في هذه الفترة يعني السياسة الخارجية وليست الداخلية. إنما أنا بضم صوتي لسيادة الوكيل الأول دكتور عادل إن فعلا
روسيا والصين هيكونوا أميل لخطاب ترامب، هو خطاب أكثر تصالحية. أما الوضع الراهن في العلاقات الروسية الأمريكية وصل لمرحلة تصادم قمتها في حلب وفي أماكن أخرى. صحيح، وحنتناول هذا طبعا بالتفصيل، لكن يعني بما أننا يعني فتحنا هذه النقطة سعاد السفير، قبل ما نكمل في علاقات الولايات المتحدة الخارجية، أيضا عايز يعني أعرف من حضرتك رأيك في يعني الانتخابات الأمريكية، توقعك لمن سيفوز، يعني وضع ترامب ووضع كلينتون بالنسبة إليك يعني شايف إيه؟ تسمح لي حضرتك أقول كلمة واحدة عن هذه الانتخابات، وأنا متابع للانتخابات الأمريكية منذ حوالي 60 سنة، يعني حضرت 15 انتخابات أمريكية حتى الآن. دي الانتخابات أكتر انتخابات شفتها في الانتخابات الأمريكية، انتخابات الشعب الأمريكي يرفض المرشحين. كتير في من الانتخابات كان في يعني جورج بوش الابن مثلا لم يكن محبوبا جدا من كثير من أفراد الشعب الأمريكي، وكثيرين ذهبوا لكي يرفضوا في الانتخابات جورج بوش الابن. أما هذه الانتخابات فكل الناس راحة مش علشان تنتخب اللي هي بتحبه، وإنما علشان تسقط اللي هي ما بتحبوش، فهي انتخابات رافضة. هما بين خيارين أحلاهما مر. طبعا ترامب بالنسبة للناخب الأمريكي هو زي ما قلت برضو في المرة اللي فاتت، إن لولا إن اللي قدامه هيلاري كلينتون ترامب ما كانش ممكن قدامه أي نوع من أنواع الفرص، ولكنه الآن يحظى بفرصة، يحظى بفرصة، لكن هذا أعتقد في تقديري أنها فرصة ضئيلة. تعتقد ذلك سعد سفير؟ أعتقد تماما. إن يعني إذا كنا لماذا هي فرصة ضئيلة؟ يعني ناقشنا من في فترات سابقة أنه الفرص ليست بهذه الضالة، لأنه يلعب على العمال الأمريكيين والريف الأمريكي والبيض المهمشين نتيجة الهجرات المتوالية للولايات المتحدة، فالفرصة ليست بهذه الضالة. يعني لا، هو خسر أولا المرأة الأمريكية بموقفه من النساء عموما، خسر المهاجرين إلى الولايات المتحدة الهسبانيكس اللي هم اللاتين اللي جايين من أمريكا اللاتينية، خسر المسلمين، خسر السود لأن هو عنصري وواضح أنه هو عنصري، ولولا أن هناك في الولايات المتحدة قوانين تحتم أن المشغلين أصحاب الأعمال أن هم لابد أن هو يعمل عندهم من كافة طوائف المجتمع، هو كان شغل البيض بس فقط، وطبعا هم نسبة البيض اللي بيعملوا عنده في شركاته النسبة كتير. الأكبر هو أيضا له معاملاته المالية ما هياش سليمة. هو لم يدفع الضرائب في خلال 18 سنة الأخرانية بحجة إن هو خسر 950 مليون دولار، فبيخصمهم على 18 سنة كل سنة 50 مليون دولار اللي هو المكسب بتاعه السنوي. هو أيضا قبل أن تبدأ الانتخابات خسر العائلات الأمريكية والشعب الأمريكي عموما، شعب متدين، خسر العائلات الأمريكية لأن هو طلق مرتين قبل كده ومغامراته النسائية مشهورة. أيضا لا يوثق به من سوق المال لأن هو أعلن إفلاسه مرتين قبل كده برضو، مرة منهم كانت بشبه تدليس، مش تدليس، يعني هو فيها حاجة اسمها شابتر 11 في الولايات المتحدة، فاستعمل شابتر 11 مرتين من قبل، مرة منهم كانت مرة يكاد يقرب من أنه يعلن إفلاسه بالتدليس. فترامب طبعا عنده تاريخ حافل سابق يخسروا الاتجاه الأساسي في الشعب الأمريكي وبالذات النساء. حضرتك لو كنت مرشح في أمريكا لن تنجح لو خسرت النساء، لأن النساء هناك أكثر من 53% من الشعب الأمريكي أصوات للنساء. طيب يعني خسر. طيب هو داخل خسران هذه النقطة تفصيلا، ولكن معنا الآن سكايب دكتور مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي، يتحدث إلينا من سان بيترسبرغ. مساء الخير دكتور مسلم. مساء
مساء الخير لك ولمشاهدينك ولضيوفك. أهلا بك. بالتأكيد يعني الأوساط والدوائر السياسية في روسيا تتابع عن كثب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية الآن من انتخابات رئاسية، يعني حدثنا عن هذه الدوائر، كيف ترى هذه الانتخابات؟ لابد هنا من الإشارة إلى التصحيح للموقف الروسي من المسألة في الانتخابات الأمريكية. هناك حملة إعلامية أمريكية حاولت إدخال روسيا بشكل مباشر بالعملية الانتخابية من خلال اتهام بعض المرشحين للآخر بأنه يرتبط بطريقة أو بأخرى بروسيا، أو يستطيع أو يتهمونه ببناء علاقات جيدة لاحقا مع روسيا. صحيح. خاصة وأن الدعاية الأمريكية بدأت تنطلق من أن روسيا هي عدو لها وهي خصم لها وهي نقيض لها في العالم. انطلاقا من ذلك استعمل الإعلام الأمريكي بالتعاون مع الإعلام الغربي حكما مسألة روسيا في الانتخابات الأمريكية، مع أن روسيا لا تعنيها على الصعيد الرسمي تحديدا، وحتى على الصعيد المؤسسات، أغلب المؤسسات التي تعني بالأمور الدولية لا تعنيها نتائج الانتخابات الأمريكية مباشرة، بقدر ما يعنيها هذا الحملة الإعلامية الغير مفهومة تماما باستعمال روسيا بكل مفاصيل الانتخابات الأمريكية. بالإضافة الذي أكثر يعني الجمهور الروسي تحديدا والإعلام الروسي حسب ما نتابعه بشكل يومي هو هذه الحملة الانتخابية التي وصلت إلى مستوى متدني جدا بالتخاطب ما بين المرشحين، حيث وكأن الآخر هو يجب أن يدخل إلى السجن وليس إلى الرئاسة. فهذا ما كان بالنسبة للروس غريبا ومضحكا، لأن الولايات المتحدة تدعي أنها شعار الديمقراطية، وأثبتت الحملة الانتخابية أنها حملة شتائم وحملة اتهامات متبادلة بعيدة أعتقد عن مشاكل الشعب الأمريكي الموجود. ولكن هل الرأي العام في روسيا يميل أكثر ناحية ترامب أم كلينتون؟ الرأي العام الروسي هنا تؤثر به تصريحات المرشحين. كلينتون دائما تتصرف وكأن الروسي هو العدو وكأن الروسي هو المتوحش وكأن الروسي هو الذي يحاول خربطة النظام العالمي. ترامب يقول أننا يجب أن نتعامل مع روسيا ونعترف بأنها واقع جديد في المعادلة الدولية إن لم تكن في يعني قطبا آخرا. انطلاقا من ذلك الوطنية الروسية لا تسمح بإهانة روسيا بهذه الطريقة من قبل كلينتون، ولكن نحن نعرف أنه عند أغلب الروس لا هناك فرق بمن ينجح في الانتخابات، لأن السياسة الأمريكية سياسة مؤسسات واضحة تحكمها مؤسسات البنتاغون والأجهزة، والتي هي لم تتغير ولن تتغير، وخاصة العلاقة مع روسيا تحديدا من حيث أن تعتبر روسيا هي نقيضها، وما نعرف من الحشود الأمريكية على كل الحدود الروسية والتدخل بكل الدول وزعزعة استقرارها التي ترتبط بعلاقات مع روسيا بغض النظر من يكون الرئيس أو من تكون يعني القيادة السياسية الأمريكية. طيب يعني أنت تعتقد أنه إذا فازت يعني كلينتون بالرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية فسيبقى الوضع الرسمي على ما هو عليه ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبادل للتهم والملامة التي سيصاحبها التعاون في قضايا محددة مثل الأزمة السورية، ولكن إذا فاز ترامب فالأمر سيختلف تماما لأنه ترامب أبدأ إعجابه الشخصي بالرئيس الروسي بوتين. نحن نعتقد ما بعد الانتخابات حكما سيختلف تماما عما قبل الانتخابات بالنسبة لأزمة سوريا أو بأزمة الشرق الأوسط بشكل عام. هناك موازين قوة بدأت تتشكل في الشرق الأوسط تحديدا في سوريا ودول أخرى، ونحن نعرف أن هذه الموازين القوة ستفرض حكما في النهاية نوع من التسوية السياسية التي سترضخ لها الولايات المتحدة إن شاءت أم أبت، لأن ما فعلته في منطقة الشرق الأوسط أثبت أنه دون أفاق، إنما إذا كان الهدف هو فعلا الاستمرار بالتدمير والخراب. ونعتقد أن هذه الموازين ستفرض على الولايات المتحدة مجددا التعامل بطريقة مختلفة بغض النظر من يكون رئيس الجمهور رئيس الولايات المتحدة.
أشكرك دكتور مسلم شعيتو، كنت معنا عبر سكايب، المدير مدير المركز الثقافي الروسي العربي من مدينة سان بيترسبرغ في روسيا. السؤال مرة أخرى، هل الناخب الأمريكي معني بالحرب على الإرهاب؟ ثلاث إجابات: نعم، لا، وإلى حد ما. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية من قناة النيل للأخبار لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن مع مجموعة من عناوين الصحف. وأمل نعمان، إليك يا أمل. شكرا لك شادي. مازال معكم مشاهدينا وهذه التغطية المباشرة من قناة النيل للأخبار لانتخابات الرئاسة الأمريكية. ما زال معنا السفير عادل الصفي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، والسفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، يعني في إيجاز يعني شديد لأنه الوقت بيداهمنا، عايز برضو أعرف رأي حضرتك في سياسة ترامب إذا ما فاز تجاه روسيا والصين، وسياسة كلينتون إذا ما فازت أيضا بالنسبة لروسيا والصين. سياسة كلينتون حتكون على يمين أوباما، حتكون أكثر مواجهة وأكثر ربما عنفا في التعامل مع الملفين. سياسة ترامب تبدو من تصريحاته أن هي سياسة أكثر تصالحا، هي بتعبر عن سياسة أكثر تصالحا؟ أكثر تصالحا مع روسيا، مع روسيا، وربما اقتصاديا قد يكون هناك بعض التفاهمات مع الصين، لكن هي حتى لا، هو يعني له تصريحات بالنسبة للصين، تعهد بحماية المستثمرين الأمريكان عن طريق الضغط على دولة الصين لإنشاء قوانين لحماية الملكية الفكرية وإلغاء بند مشاركة المشاريع الاستثمارية والتكنولوجية مع المنافسين الصينيين كشرط أساسي للعمل في السوق الصيني. أظن في لغة تفاهم وتفاوض وإمكانية الوصول لحلول. الخطاب الآخر بتاع السيدة كلينتون أو الواقع الراهن اللي بتمارسه السياسة الديمقراطية للرئيس أوباما هي واقع مواجهة إلى حد كبير، واقع توتير علاقات، تنافس في مناطق استراتيجية ورئيسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط. لغة ترامب هي أقرب للتفاهم مع الدب الروسي والتنين الصيني من لغة هيلاري كلينتون اللي أنا بشوفها بتقف على اليمين من سياسات أوباما. فإذا كانت سياسات أوباما قادت لوضع المواجهة الراهن في العلاقات الأمريكية الروسية والتحرش بالصين في بحر الصين الجنوبي وإفاد قوى عسكرية ظاهرة، إذن علينا أن احنا نتطلع لاستقبال أطيب لترامب لدى الأوساط الروسية ولدى الأوساط الصينية. صحيح الاثنين هيحاولوا يوصلوا لتفاهمات، ولكن منهج السياسة الأمريكية الحالي اللي بتمارسه الإدارة الديمقراطية الحالية وكون هيلاري كلينتون على اليمين من سياسات أوباما لا يباشر على اليمين، يعني هذا يعني أنها على نفس السياسات ولكن ستطبقها يعني بشكل أكثر حسما. نعم. طيب مستر سفير، أيضا يعني أخيرا ترامب وكلينتون وعلاقتهم بروسيا، يعني كلينتون لديها علاقات احترام، هذا ما تقوله، مع بوتين خاضت معه مباحثات صعبة، تعرف أنه من تلك الشخصيات التي ينبغي مقاومتها. يعني أيضا ترامب له رأي آخر، هو معجب بالرئيس الروسي بوتين، وهناك من يقول أنه الأمريكيين نفسهم معجبين بأن يقارن ترامب نفسه بالرئيس الروسي لأنه بيحظى ببعض الشعبية في الرأي العام الأمريكي. رأيك إيه؟ يجب ان احنا نفرق اولا بين الكلام اللي بيقولوه المرشحين دلوقتي وساعة ما يبقوا قاعدين في الكرسي في البيت الابيض. التصرفات بتاعتهم في البيت الابيض بتبقى مختلفة تماما، او بلاش تماما، الى حد كبير عن الكلام اللي بيقولوه علشان يجذبوا الناخبين إليه. يعني نحن نتحدث عن تصريحات ودعاية انتخابية، ما زلنا ولا نعرف يعني اي شيء عما سيحدث. ترامب ده رجل أعمال ويهمه كويس قوي أن البيزنس يمشي قبل السياسة، فإنما كلينتون مارست السياسة في أقصى درجتها، كانت وزيرة خارجية وكانت حرم رئيس
لمدة 8 سنوات وكانت وزيرة خارجية لمدة 4 سنوات. فهي مارست السياسة صحيح. وتستطيع أن كلامها يكون بالنسبة للسياسة الخارجية مش الداخلية. الخارجية أكثر مصداقية وكلام سياسي يعني. طيب يعني ما زلنا معكم مشاهدينا ومع ضيوفنا في استوديو النيل للأخبار، ولكن أشكركم في هذه الفترة. أشكرك السفير عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، وأشكرك أيضا السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وأذهب الآن مشاهدينا إلى زميلي محمد عاطف، فلديه المزيد من مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. إليك محمد. أشكرك شادي، شكرا جزيلا. بالفعل هناك المزيد من التعليقات والآراء في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. دائما كان المحرك الرئيسي للناخب الأمريكي تجاه مرشح بعينه هو رؤية هذا المرشح تجاه القضايا الداخلية وما يهم المواطن الأمريكي في حياته، سواء التعليم أو الصحة أو الضرائب وغيرها من القضايا الداخلية. إلا أن هذه المرة الوضع اختلف نتيجة لرؤية كلا المرشحين، سواء الجمهورية ترامب أو الديمقراطية كلينتون، تجاه القضايا التي تمس العالم بأجمع ومواقف أمريكا من القضايا الخارجية، والتي تأتي في مقدمتها قضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط بعد تأجج الصراع واحتدام الموقف في كثير من الدول في الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية داخلها. لذا كان سؤالنا في هذه الفترة التحليلية على مواقع التواصل الاجتماعي هو: هل الناخب الأمريكي معني بالحرب على الإرهاب؟ وكانت بعض الردود والتعليقات التي جاءت على مواقع التواصل الاجتماعي منها ما قالته زينب الهاشم: الناخب الأمريكي ما يعرفش أنه في إرهاب أصلا بسبب الإعلام الزائف عندهم، زائد أن الإرهاب مش موجود عندهم، بالإضافة أن في ناس متأكدة أن بلدهم مصنع الإرهاب للعالم، وفي ناس مش عايزة بلدها تتدخل في دول تانية وتدخل نفسها في حرب. هم أهم حاجة عندهم اللي حيجي يضمن لهم حرية الطعام والشراب. تعليق آخر من عبد الرحيم الأمير: إن اهتمام الناخب الأمريكي بالانتخابات والعملية السياسية ينعكس باهتمامه بالحرب على الإرهاب التي تقودها بلاده في أماكن كثيرة، وهي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمريكية، وخصوصا بعد دخول روسيا على نفس الخط والصراع على الهيمنة بين الدولتين، يقصد بالتأكيد الولايات المتحدة وروسيا. تعليق آخر من كمال صالح يقول فيه: بعد أحداث 11 سبتمبر وتفجير البرجين أصبح المواطن الأمريكي يعرف أن في حاجة اسمها إرهاب، ثم جاء ترامب وفضح العلاقة الآثمة بين أمريكا وداعش، إلى أن الناخب الأمريكي غير معني على الإرهاب. وهو يؤكد في هذا الرد عدم تأثر الناخب بالحرب على الإرهاب وبموقف أمريكا من الحرب على الإرهاب. تعليق آخر من رشا ربيع: يسعى الإعلام الأمريكي إلى البحث على حلول مثالية لمختلف القضايا الدولية الشائكة والعمل على الابتعاد عن التورط الأمريكي المستمر في تلك القضايا، كالموقف من قضايا الشرق الأوسط والأزمات العالمية وقضايا الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وطبيعة العلاقات الأمريكية الخليجية والموقف من مصر، وأيضا الموقف إزاء طموحات إيران النووية، والموقف من القضية الفلسطينية، وطبيعة العلاقات مع العالم الإسلامي بالمجمل. وبالتالي فإن الأكثر إقناعاً فيحصد نسبا أعلى من أصوات الناخبين. هذا التعليق بالتأكيد يؤكد أهمية الحرب على الإرهاب في موقف الناخب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من هذه التعليقات تخرج نتيجة الاستفتاء أو نتيجة السؤال، والذي كان إجابته خيارات ما بين نعم ولا، وإلى حد ما جاءت نعم في المرتبة الأولى ب 59%. الكثير من الأمريكيين يؤيدون أن الناخب الأمريكي معني بالحرب على الإرهاب، 26% قالوا لا، و 15% فقط قالوا إلى حد ما، ربما يتأثر وربما لا يتأثر. مشاهدينا، بهذا هذه التعليقات وهذه المتابعة لوسائل التواصل الاجتماعي وموقف الناخب الأمريكي من الانتخابات الأمريكية، نصل لختام هذه الفقرة التحليلية والساعة التحليلية لمتابعتنا المتواصلة للانتخابات الأمريكية. بعد قليل نشرة إخبارية كاملة، وبالتأكيد متابعتنا وفترتنا المفتوحة المتابعة للانتخابات الأمريكية ستتواصل معكم.